بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه حلقه مختلفه تماما، ان شاء الله يا رب تعجبكم. احنا عاملين مفاجاه ومقلب، يعني فاهمين، حلقه مختلفه جدا عشان عيد الام. هنطبخ لماما اللي بتتعب كل يوم وبتطبخ وطلعانه عينيها. فاحنا النهارده ان شاء الله اخترنا اسره، فريق الاعداد عندي الحقيقه دورنا على اكتر من اسره ونقينا منهم اسرتين هنعمل فيهم الموضوع ده بالتعاون بقى مع كل زوج فيهم. هنحاول ان احنا ندخل البيت ونعمل اكله ونرتب الدنيا ونغسل المواعين ونظبط كل حاجه عشان تيجي ماما من بره تلاقي الاكل جاهز ونفرحها يوم. غلبانه يا عيني مسكينه يوم واحد. فايه هنعمل الخطه دي ويا رب ان شاء الله تنجح والحلقه تعجبكم ويبقى يوم جميل وكل سنه وكلكم طيبين. يلا بينا بقى على الخضري. يلا بينا، كنا مستنيين بقى استاذ احمد عشان يقول لنا على مكان السوبر ماركت زوج الضحيه، والحقيقه انا بشكره جدا، هو متعاون معانا جدا مش قادره اقول له. ايوه صح، يعني عامل كل التمويل اللي احنا عاوزينه. فاحنا انا بجد مبسوطه جدا ان في حد يعني عايز يفرح مراته كده ويعمل لها مفاجاه، فانا بشكرك جدا والله يا دكتور احمد. لا بجد عايزين نظبط الفخ كله من اول. حضرتك هتجيب الاولاد بقى من المدرسه صح؟ اذن وهتجيب لهم من المدرسه بحيث ان هي تيجي تلاقي الفخ منصوب من الجميع. ايوه الخطه تنجح. حضرتك تروح تجيبهم وانا هدخل السوبر ماركت اجيب بقى شويه الطلبات اللي انا هنطلع نطبخها ونعملها. ظبطي نص القهوه وظبط نص تمام كمان عشان اتعرف على الاولاد بقى ونلعب مع بعض شويه كده قبل ما نطبخ. أكيد. ان شاء الله خلاص ماشي بيش. خلاص هستناك. لا ده اكيد خلاص هنا ان شاء الله. اتفضل هدخل السوبر ماركت يلا. زيت هلا هو ده هنعمل بيه الاكل. بعدين هسألكم اهلا ممكن ادخل؟ ممكن ادخل ولا ايه فرح؟ بصوا هنا طب بس كده الكاميرا هنا ياسين وفرح يا دكتور مامي. بس البضاعه وصلت الاكياس وصلت والحاجات جت انا جريت رجعت اجيب بقدونس يعني الا البقدونس. يلا نخش نجري على المطبخ احسن تيجي والخطه تبوظ. بسرعه على المطبخ يلا. تعالى ياسين تعالي يا فرح يا حلوين. احنا خلاص وصلنا المطبخ. تعرفي احنا هنعمل ايه النهارده؟ ايه يا فرح؟ ايه الاول يا فرح انت عندك كام سنه؟ عارف اعمل البطاطس. استنى ما نشوف فرح عندها كام سنه. عندك كام سنه الاول؟ اربع سنين. اربع سنين يا شيخه يا شيخه يا اونطجيه بتقول اي كلام. انت عندك كام سنه يا ياسين؟ سبع سنين. لا عنده ست سنين. لا عشان فاضل لا عشان فاضل خمس ايام على عيد ميلادي فاضل. بجد؟ عندي ست. كل سنه وانت طيب. انتوا عارفين النهارده احنا هنعمل ايه؟ ايه؟ انت عارفه؟ بطاطس مكرونه. لا مش بس كده احنا عاملين مفاجأة لماما. مش ماما كل يوم بتقف تطبخ وتشيل وتحط وتنظف وتعمل حاجات كتير صح؟ انا اللي رسمناها. انت اللي رسم الرسمة دي جميلة قوي قوي صح ولا غلط؟ فاحنا ايه عايزين ايه النهاردة نطبخ لماما. ايه رأيك يا فرح؟ حلوة قوي يا فرح. بس ايه رأيك في اللي انا بقوله الاول؟ بصي هنا بصي الكاميرا هنا وقولي لي ايه رأيك في اللي انا بقوله ده؟ مش نفرح ماما يوم يعني صح؟ صح يا ياسين؟ يومين يعني وعيد الام وعيد ما هو النهارده بقى يعني هنعمل لماما الاكل. ايه رايك يا فرح نعمل لها الاكل؟ اه انت بتحب تاكل ايه؟ بتاكل بتحب تاكل المكرونه الاسباجيتي. أيوة. بس هي المبططه المبططه مش زي دي. ايوه فعلا. طب احنا هنعمل لها مكرونه
انتوا عارفين دلوقتي هنعمل مع بعض بينك صوص. يا سلام ده ماما دي خطيره جدا. طب احنا دلوقتي هنعمل مع بعض الكفته، هتساعدوني في الكفته؟ بحبها. بتحبها؟ طب ليه ما مش هتعملي لسان عصفور؟ الله دي بتحب لسان العصفور. نعمل لسان عصفور، نعمل كل حاجه. احنا عايزين بقى نريح ماما النهارده. بصوا احنا هنخلص الغدا وهنغسل المواعين وهنرتب الدنيا كده، فماما ايه بقى تنبسط جدا وتبقى فرحانه بينا، وعلى طول نعمل كده ونساعدها. صح يا فرح؟ صح صح يا فرح. ممكن بص يا فرح، هاتي بص، هاتي بص لك حاجه، هاتي بص يا فرح. ايوه انت نقول مش في كفته بالصلصه بنحطها في طبق ناكلها بالصلصه؟ صح صح. لا بس الكفته اللي احنا هنعملها بقى دلوقتي دي اللي هي الكفته في الفرن تطلع بقى خطيره جدا. تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. بصوا معايا هنا لحمه مفرومه جميله جدا، ومعايا ملح وفلفل وبصلايه وبيكربونات الصوديوم. اسم غريب شو صح شويه. تعالوا بصوا عايزين نلبس الجلوفزات. ايه رايكم تلبسوا معايا الجلوفزات؟ يلا كل واحد يلبس. يلا خد خد يا ياسين. احنا بس عايزين نخلص بسرعه جدا الغدا قبل ماما ما تيجي بقى وتكتشف ان اللي احنا بنعمله. قدامنا ساعتين بس. ماما جايه الساعه 3. يلا بينا. تعالوا اهو ادي اللحمه المفرومه، بتحطيها بقى شويه ملح. بس طبعا ماما لسه بقى لها كتير، لسه هتاخد عمر ومشاه هركز من الحضانه فعلا، وتجيب له حاجه حلوه وتوديهم للبيت. بصوا انا بعصر البصلايه اللي احنا بشرناها، وهناخد بس التفل بتاعها. انتوا هتفضلوا موجودين لما لغايه لما ماما تيجي بقى عشان نفرحها. طب بصوا بقى انتوا عارفين هتعملوا ايه. بصوا هنمسك السيخ ده عادي كده جنبي، امسكيه. انا كنت في المدرسه اقول لكم مين مين حلا. ايوه النهارده هتتلحم عشان هي بتكبر بقى. وانا بقى عشان انا لا حاسس بس الجيش عند وشك فعلا. بص انا هاخد حته من اللحمه كده واحطها هنا كده. هتعرفوا تعملوا الحركه دي ولا تعملوها على ايديكم على طول اسهل؟ هتحبوا ايه؟ هنعرف نعملها. هتعرفوا؟ طب تعالوا كده حطوا ايديكم قبل ما اجيب الصينيه هنا. هنعرف نعملها على ايدنا من غير العصايه. ماشي. انا بعرف اعملها بالعصايه. بصوا انا عملت كده، هنشيلها بالراحه ونحطها. نعم. يلا يلا يا فرح اديكي واحده. خدي تمسكيها كويس قوي. مش عارف يعني عشان هقول لماما ان انتوا اللي عملتوا الكفته. صح؟ يا خبر ده هتخنقنا هتخنقنا لما خلاص. سيب اللي وقع سيب اللي وقع انا هشيله. حصل حاجه. شيخ حرام عليك. ده ماما هتفرح بينا قوي. ربنا يستر. برافو 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 بجد مبسوطه منكم. بس بس كده بس خلاص يا فرح خلصنا الكفته. عايزه واحده. بصوا بقى انا ايه عايزه واحده. واحده انت عملتي واحده بس ما لحقتيش. يا نهار ابيض. طب خدي الحبه دول معايا اهو. بصي دي اعمليها كفته تبقى كفته صغنونه. يلا عامل سمكة. لا دي مش هينفع، سمكة هتفك منك. هات اما ارجعها اعملها تاني. يلا عايزين نروح نغسل ايدينا بقى عشان نعمل كمان بقية الاكل بقى والحاجات. طب شمري لي ونلحق. حاضر استنى اما اقلع ده بقى وايه شمر لك ايدك حالا بالا. جاهزة يا فرح؟ جاهز يا سين؟ انا عايزة
اقوم انا بقى ماما راحت من رجلي وجعتني. انت طيبه. انت طيبه. ازاي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه خدي نفس مالك ايه؟ ايه ده كله ده؟ يا لا ده ضربات ده. عشان ايه فين انا كنت حبايبي حبايبي قلبي. ايه ده؟ يعني كان بيحضر لك اغنيه هو ده من شويه. ها؟ يا روحي. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. الله يخليكي الله يخليكي. محضر لك اغنيه جميله. يعني ايه اقريها انت بقى انا ماليش دعوه. فين الكارت؟ في الكارت بتاع ماما. الكارت كمان طبعا بقى انت مش متخيله بقى عشان نعمل لك الحوار ده. انا لا انا مش انا مش مستوعبه بجد ومش قادره اصدق بجد. لا ايه رايك المفاجاه؟ حلو قوي بجد. هنسجله على التلفزيون. احنا بقى يا ماما عملنا لك الاكل بتاعتي. انت كل يوم بتطبخي وبتتعبي بتعملي حاجات كتير علشانهم. هم حلوين ودخلوا معايا المطبخ النهارده. بصي الكارت والنبي بصي الجمال. شكرا يا جمال. شكرا. ايه فروحه الكارت الحلو ده؟ ده خطير جدا. مين عمله؟ مين عمله؟ انت اللي عملتيها فروحه. مين عمل الكارت ده؟ ها؟ طبعا دكتور احمد بقى. يعني مش قادره اقول لك ساعدنا لولاه ما كناش هنعرف نعمل فيك المقلب ده. انا والله بشكرك جدا يا دكتور احمد. يلا بشكركم. يلا بينا. كل سنه وانت طيبه. قولي لنا بقى كده يعني ايه بقى رايك في ال مش مستوعبه بصراحه والله ما قادره اصدق نفسي. ايه احنا سالناهم عايزين مكرونه ولا رز وكل الاجماع على رز. عملنا الرز وساعدوني في الكفته. يعني انا حاولت ايه بقى يعني اظبط يعني ما يمكن تظبيطه. تسلم ايدك والله. ما خدتيش بالك كان في تورته. هناك دي بقى يعني شغل بقى وحاجات كده جايه. ايوه عارفه ان انت بتحب الشوكولاته جدا فقلنا بقى ايه. ده حقيقي ده حقيقي جدا جدا. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه وعقبال يا رب كده كل سنه وربنا يفرحك بيهم. عسلات. تسلمي. ساعدوني وما عملوش اي شقاوه خالص. صح يا فرح؟ صح فرح فرح. انت عملتي ايه يا فرح؟ فرح دي سكر وعسل بصراحه. نسيكم عمل ايه؟ انا عملت ايه؟ ايوه عملت اغنيه الكفته. هو عمل الكفته. ايوه وانت فرح؟ فرح عملت ايه يا فرح؟ عملت ايه؟ عملت كفته. الله احلى كفته احلى كفته فرح عملتها. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. حبيبتي طيبه جدا ان احنا شفناكي. بشكر جد بشكرك جدا من هنا ل 100 سنه بجد والله. فكرك الغاليه بتاعتنا. عايزه اقول لك يعني قعد يفكر وازاي ويعمل ايه. يا رب يا حبيبتي ربنا يخليك ليا والله ما بعرفش اعمل حاجه من غيرك اصلا. حبيبتي ربنا يا رب يخليكم لبعض. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. تسلمي يا رب بجد مفاجاه جميله قوي 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 قوي. ربنا يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. معانا زيت هلا وفي هديه لطيفه جدا عايزين برضه تفتحيها كده وتشوفيها. ها؟ اهو استاذ احمد. هات يا استاذ احمد انت اقرب مني برضه. هديه لطيفه مقدمه من زيت هلا. وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه حبيبتي. الله يخليك الله يخليك يا رب. كونوا يا اولاد بقى ولا ايه؟ استنوا بقى تاكلوا مع ماما بقى. صح؟ نجيب الايه؟ نجيب بقى المعالق. وغسلوا ايديهم وجاهزين الناس والله. غسلت ثلاث مرات النهارده. اربعه؟ طيب ايوه. افتحها من هنا مثلا اساعدك. تعجبك؟ الله. وطبخنا بزيت هلا كمان. اكل خطير. بيعرفه بقى. حبيبتي. ربنا يخليك. حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. عندك هاند بلندر اصلا؟ حلو قوي. لا. طيب تمام جه في وقته اهو جه في وقته. حبيبتي حبيبتي. ربنا يخليكوا بجد. حبيبتي. تسلموا لي يا رب. ربنا يخليكوا. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. وربنا يخليك ليا يا رب. ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يا رب وتفرحوا بفروحه الاموره وياسين يا رب. يا رب تسلمي يا حبيبتي. اتشرفت جدا حبيبتي. اتشرفت جدا. تسلمي يا رب. ربنا يخليكي. غسلنا لك المواعين. طيبه حبيبتي. غسلنا المواعين ظبطنا كله.
حبيبتي تسلمي ليكي. الله يخليكي، انا اتشرفت جدا. تسلمي لي يا رب. ربنا جدا حبيبتي، ربنا يوفقك. عايزه بوسه بقى، بوسه عشان اطير انا امشي على طول. تعالوا ادوني بوسه بسرعه. نبتدي معركة المطبخ بقى ونخش نعمل الأكل اللطيف مع الحلوين دول، ما قلت لازم برضو أعرفكم على الناس اللي ساعدتني بقى عشان ننفذ هذه الجرائم. يعني إيه بالظبط؟ معنا ماما زوزو بقى، مامة نوها، اللي هي هنعمل لها المفاجأة. ماما زوزو بقى جميلة واستقبلتنا أحلى استقبال وأنا مبسوطة بيها جدا، وطبعا كمان معانا جارتها، جارة مدام نوها اللي إحنا هنعمل فيها المقلب الظريف ده، مدام سومة، وهي مخبية عندها تحت بقى لهيها في حاجات كتير عشان نعرف نوزعها ونفاجئها. ومعانا كمان مدام سلوى اختها الكبيره. والله يا جماعه مبسوطه جدا، انتوا يعني عسل. ومعانا كارما السكر دي مش عارفه يعني هتطبخ معانا ازاي، مش عارفه. عايز تقولي ايه بقى يا ماما زوزو؟ ليه يعني انت كنت متحمسه جدا ان احنا نعمل المقلب ده في مدام نهى ونعمل الكلام ده كله، ايه رايك؟ ليه بقى يا ترى يعني عامله فيك ايه؟ لا دي هي اصغر واحده عندي وحنينه جدا وكلهم حلوين بصراحه يعني ولادي. انا معايا ثلاث بنات ولا صبيان، الاثنين كلهم حلوين الحمد لله. بس دي الدلوعه بتاعتهم بقى، مش بتاعتي انا بس، بتاعت اخواتها كمان. فحبوا يعملوا لها حاجه كويسه كده تفرح، حاجه تفرح حبيبتي. حبيبتي ان شاء الله تنبسط وتفرح بالمقلب، ومش هنبوظ البيت والله بقى، نغسل المواعين صح؟ كندا مشتركه معايا كمان. وقولي لي بقى يا مدام سوما، ايه انت عرفتي ازاي تخطفيها تحت كده من غير ما اقنعتها ان انا عندي شغل وانها لازم تيجي تساعدني وتقعد معايا؟ فقعدتها معايا في المكتب على ما تخلصوا اللي بتعملوا. الامن مستتب، قعد عندها اتنين ماسكينها ما تتحركش مكانها. قولي حضرتك يا مدام سلوى بقى، قولي لي بقى ايه نهى بقى، انا عارفه ان انت عايز تقولي حاجه عنها. لا بصي نهى يعني هي جميله في كل حاجه ما شاء الله عليها، بس يعني اخوات بقى مع بعض فلازم اعكسها الاول وبعدين افرحها يعني. يا حبيبتي انتوا جمال جدا، واحنا طبعا دلوقتي هنخش بقى طبعا بعد اذنكم، يعني انا هاخد المزموزلات الحلوين وهاخد زيزو وهاخد اياد، صح يا اياد؟ وهنخش المطبخ دلوقتي نعمل اكل بسرعه جدا ظريف قبل ما تكتشف المقلب عشان لما تطلع بقى نفاجئها. هنعمل بقى دلوقتي السمبوسه، كنت عايزين تلبسوا جلوفزات صح؟ صح؟ طيب هنبقى خد يا زيزو يلا البس، اجي اساعدك دلوقتي، خد ادي اياد يلا بقى نلبس بسرعه بسرعه جدا عشان نعمل ايه السمبوسك. انا خلاص خلصت الحشوه بتاعتها، الحشوه اهي جاهزه، هحط لكم في الاطباق اللي جنبكم دي وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط عشان نعمل ايه، نلحق نعمل مفاجاه، انا خايفه احسن تيجي صح؟ هتيجي دلوقتي ولا نعمل ايه تفتكر؟ هتيجي. خليها ادي جنبي هنا، خلي دي جنبك هنا يا زيزو، انت واياد هنا. بصوا اديكوا بقى ايه شريحه السمبوسه الرفنوعه الحلوه دي، احنا الكاونتر عندنا هنا نظيف، هنحطها كده عليه، كل واحد هياخد واحده يلا، وانا هساعدكم نخلص الباقي بسرعه عشان برضو لازم تشتركوا معايا في الخطه صح؟ عشان ما اروحش انا اعملش انا الموضوع لوحدي. ايوه دي كده خلاص واحده اهو، يلا يلا بصوا عليا انا هعملها ازاي، تعالوا نعملها سوا اهو. اهي بصوا اهو، والحشوه بقى اللي قدامكم يلا تعالوا ناخد منها كده شويه بايدينا وهنحطها هنا كده في الاول. ايه الاخبار يا زيزو؟ شايف حاجه؟ هجيلك هجيلك يلا يا اياد. بصوا هنلفه بقى ايه كده، هنساعدك صح؟ حلوه حلوه حلوه، وريني كده والله اسهل تصدق ولا وجع دماغ كده اهو، وبعدين كده اهو. يا سلام يا اياد خلصت بتاعتك. ايه يا زيزو كل ده؟ يا نهار ابيض. وبعدين بص هنديها كده وبعدين كده اهو،
حلوه قوي قوي فظيعه. خلصناها خلاص، خدها بقى معايا هناك، طف الطبق كده جنبي. حلوه خالص، تسلم ايديك، وريني بتاعتك كده يا يد. شكرا شكرا شكرا. برضو ماشي. انا هعمل بتاعتي بقى وهنلحق نحمرهم بسرعه. يلا بينا. يلا بينا. كنتوا بتلعبوا لعبه ايه بقى؟ انا ما شفتهاش، عايزه اشوفها. معانا زيت هلا هنحمر بيه سمبوسك الظريفه. يلا اللي انتوا عملتوها بقى الحلوه دي عشان ناكلها بقى كلها، بس بعد طبعا ما نفاجئ ماما. ها ده يسخن حاجه بسيطه وبعد كده ايه ومحمرين سمبوسك. عايز اشوف اللعبه بقى، وريني بقى اللعبه اللي انتوا بتلعبوها. المهم بس انتوا هتستخبوا فين؟ احنا هنستخبى فين؟ في الاوضه. في الاوضه؟ ما هي هتخش الاوضه. فكروا، تعالوا بس عايزين نبص لها بس كده. فكر هنا في الحكايه دي. في اوضتك؟ تستخبى مثلا ورا الباب هنا؟ لا نستخبى هناك. هتشوفنا؟ لا نستخبى هناك. هناك فين؟ احنا نستخبى هنا. لازم نفكر. فكروا معايا نستخبى فين؟ ايه؟ نستخبى هنا. انا افتخر بقى. فكره جميله. وايه رايك؟ انا اعمل ايه؟ قول اقتراحاتك ايه. بس احنا عايزين برضو نحضر اغنيه. ممكن نستخبى في اوضتي ونقفل الباب. ونقفل الباب بقى وننام بقى ونريح. نقف ورا الباب. ورا الباب. اه لا احنا رايي فكره الستاره دي جميله. يا اما بقى هنا كده كده على جنب وانا هستخبى خالص تحت كده. وعايزين بقى نفكر في اغنيه قايلينها مره واحده كده، اغنيه فظيعه. هنتلاقي الاكل بقى ايه محطوط، وطبعا انتوا لازم ايه تاكلوا اكلكم كله عشان ماما ما تزعلش منكم، وتعملوا الدبوار اللي وراكوا. انت خلصتي الدبوار اللي وراكي صح؟ ونخلص اكلنا كل الحاجات. وانا دلوقتي بعد ما اخلص الطبخ ده هغسل المواعين، تكونوا انتوا غسلتوا ايديكم ومجهزين كده ومرتبين والدنيا تمام، ونعمل الحركات كلها صح؟ تعالوا نجرب كده نشوف الزيت اخباره ايه. لسه فاضل له شويه صغيرين، ونحط بقيه السمبوسه. الفراخ المشويه برضو عايزه ابص عليها بصه كده. هي خلاص اساسا تمام التمام، مش عايزاكم تيجوا في هذه المنطقه خالص صح يا زيزو؟ صح. كف يا اي. ها يا اولاد بقى، مين اللي هيسمعني الاغنيه اللطيفه؟ يلا. شكرا 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 يا امي. شكرا 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 يا حبيبتي. لو تعرف حبك في ده ازاي، او كلمة حلوة تفرحها ازاي. عمرك ما تنسى انك تقولها، اوعى تقول اصلي مشغول. جملة واحدة هي تسعدها، قولها ليها سمعتك. الله الله على الجمال. شكرا شكرا يا امي. شكرا 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 يا حبيبتي. ده ايه الجمال ده؟ ده ماما هتفرح قوي. انتوا بتعملوا كده مع ماما في يعني يوم عيد الام هتعملوا معاها الكلام ده؟ حد عمل كارت بقى مثلا رسم رسمه جميله؟ عملت رسمه في الحضانه، الرسم باتمان. انا جالي كروت بقى مش قادره اقول لكم بقى، كروت وقلوب وحاجات، وبناتي برضه عملت حاجات لطيفه. انت عملتي بقى كارت حلو بقى لماما. يا سلام عجبها قوي. اهم حاجه بس ان احنا ناكل اكلنا كله ونسمع كلام ماما، ما نتشقاش صح؟ ودايما ناكل الاكل اللي ماما تقول لنا عليه صح ولا ايه الحكايه؟ صح؟ عشان صحتنا. ها يا زيزو انت رحت فين؟ رحت انا شايفاك. صح ولا غلط؟ صح. ونسمع كلام ماما ما نتعبهاش، هي بتبقى تعبانه اصلا وبتعمل حاجات كتير. انتوا عارفين انا جايه النهارده علشان يعني افرح ماما نهى صح؟ مش كده؟ اه. عشان كلكم كلكم بتحبوها جدا، وانا قلت بقى لا لازم اجي بقى، لازم اطبخ لها بقى النهارده صح؟ تعالوا نشوف السمبوسك اخبارها ايه. مش عايزينها تلون قوي.
كلكم بتحبوها صح؟ انا عرفت كده، عشان كده النهارده بقى عملناها مع شويه الرز. ليه؟ طيب هي ايه مشكلتها؟ احنا هنقول اهو مش بنحبها. انت بتعمل كده مع ماما اكيد بقى في كل الحاجات. طب ايه اكتر حاجه بتحبها؟ طيب بياكلها في البيت. ايه اكتر؟ بياكلها في البيت بس. طيب هنا ما هو هنا برضو في البيت اهو، ما تقلقش يعني انا اللي عاملاها والله، ودي هتطلع خطيره صدقني. جرب وشوف، ايه رايك؟ ماشي ماشي هنجرب ونشوف. انا خلاص على الرز خلاص خلص من الفراخ، وهنحطهم بقى كده نفردهم ونظبط الدنيا عشان خطك. يلا ستوب. طيب يلا يلا غني لنا خلي بالك من زوزو. انا موافقه. خلي بالك من زوزو 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 كمان زوزو. لا ده انت ظريفه خالص خالص بجد. السمبوسه خلاص هي خدت لون حلو جدا. تمام التمام. عايزه اطلع الفرخه كمان. واقول لكم ايه بقى، انا عايزاكم تغسلوا ايديكم، تغسلوا وشكم كده وتجهزوا نفسكم قبل ما انا ايه احضر الحاجات دي بس بسرعه، عشان ايه لحسن تيجي فجاه تبقى مشكله. يلا بسرعه كل حد كده يغسل ايده ووشه. تمام وتعالوا لي بسرعه مستنياكم. يلا اوام اوام. هتعملوا ايه اول ما هي تفتح وتدخل؟ هنقول ايه بقى؟ شكرا شكرا. لا احنا نقول مثلا احنا بنحبك قوي كده مثلا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ قصدي مؤاخذة معلش مش قصدي حاجة والله. هنقول كده خلاص احنا بنحبك قوي كده جامد. اتفقنا؟ بس عارفة انت لوحدك. اتفقنا؟ اتفقنا يا ايد؟ ماشي ماشي يلا. يلا قول تاني. بحبك قوي. بخ بخ. انت كويسه؟ شايفه رايك في الخطه؟ احنا عاملين لك خطه. يلا فين الاغنيه؟ يلا. شكرا شكرا شكرا. خد المايك يا زيزو عشان صوتك يطلع. يلا حلوه ازاي؟ يلا غني يا زيزو. عمرك ما هتنسى انك تقولها، اوعى تقول اصلي مشغول لولا واحده. ايه رايك؟ ايه رايك؟ حبستك. انا كنت طيبه. احنا عملنا خطه وعملنا المقلب ده فيكي، ايه رايك بس الاول؟ مالك ما تتخضيش؟ مش هتضحك. لا 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 وانت هتعيطي. لا لا مش هعيط انا. تمام. ايوه شايفه؟ شايفه هم على فكره اللي تحمسوا للمقلب. انا بقول لك اهو الحقيقه يعني. ايه بقى لك كام يوم؟ ايه؟ ماما زوزو ايه يعني ايه؟ ايوه احساسك عايز تعيطي عيطي على فكره. عبري عن الفرحه. ومدام سلوى طبعا تليفوناته مظبطينه وطبعا لا ايه بقى خدتي بصي يعني هي عيني فرحت تاني. بصي مش عارفه اقول ايه. وعملنا لك الاكل وعشان نريحك يعني. صح بتتعب على طول بتعمل كل يوم اكل والكلام ده كله. قلنا بقى النهارده نساعدك ونعمل لك حاجه. مش عارفه مين دول طبعا بقى ايه. بصي عملت لك الاكل كله وغسلت لك المواعين ما تقلقيش. احنا معانا هديه بقى مقدمه من زيت هلا. هديه ظريفه كده يا رب ان شاء الله تعجبك وتستخدميها في البيت. تمام بس انا عايزه اجيبها لك عشان تفتحيها بقى ونشوف ايه الحكايه. ايه ميرسي جدا. تفضلي حبيبتي حبيبتي مفيش اي حاجه. ميرسي. انت كنت بتقولي على مروه ايه؟ انت كنت معانا في مدرسه يا مروه. ما هو انا ما طلعتش بجد؟ ما طلعتش انا اللي محمد طلع اشعار. اه والله اعتبريني كاني كنت معاكم في المدرسه بالظبط.
والله بجد انا من ساعه ما دخلت البيت هنا بصي ولا ماما زوزو عسل. مش معقوله مش معقوله حبيبتي الله يخليك. مش عارفه اقول لك حبيبتي يعني كل سنه وانتم طيبين كلكم يعني. وانا بقى ايه يعني احنا جبنا هدايا. افتحي بقى طبعا وعيش حياتك دلوقتي. بس احنا برضو انا ما نسيتكوش. لا والله انتاج انتاج ايوه. لا والله والله دي حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه والله. ده سهل نعمل كده. والله بس بقى دي بريحه ريحتها خطيره. مش اللي هو المضروب ده يعني. الله يا ماما دي حلوه. انت جميله يا ماما. ميرسي حبيبي. احلى ورده في الدنيا. يلا ورده كمان بقى. يلا عشان تدي ورد. الله بس يا ده يا كده. بالراحه 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 يعني. اه طبعا والله مش عارفه اقول تمام. خدت نفسك. بقيت تمام. مهلا بقى ده. مش مصدقك. بس بصي كلهم اتفقوا عليك ازاي. بس مفاجأة حلوة. انا بقولك قاعدة معايا 24 ساعة مفيش. ما حسيتش بأي حاجة. هو ده الخطة المظبوطة يعني. بيبني وبتشتغل في دي. قالوا عليكي بقى كلام جميل وفظيع. ومتحمسين بقى بشكل وكل حد يعني عمل دور مهم. ايه رايك بقى شايفه اللي احنا عملناه ده؟ لا ميرسي قوي جدا والله. بجد والله بجد فعلا. يعني انا قعدت اقول يا عيني الامهات اللي زي حالاتي عندهم اولادهم صغيرين محتاجين حوسه بقى بيهم وبتاع. تخيلي كده لما انت ترجعي من البيت تلاقي حد عامل لك الاكل. سلام. انا عايزه اكل يوم لك المواعين صح؟ كل يوم. انا قلت لازم اعمل كده. انا هعمل نفسي مش عارفه. طب ممكن تعملي بقى الفيديو تاني؟ يا رب يكون احسن ليك يا رب. لا جدا والله حبيبتي. الله يخليك يا رب. ان شاء الله الاكل يعجبك بقى. هم على فكره عملوا معايا السمبوسك ولي. كندا كان نفسها فيه جدا على فكره. لفيناها وظبطناها وكله تمام. عملوها معايا مع بعض. وبصراحه تسلم ايديهم يعني. بصراحه انا عملت ايه؟ ها عملت ايه مامي؟ واغاني بقى وحاجات ايه عملوا معايا شغل جامد قوي. هتشوفوه بقى في الحلقه ان شاء الله. عايزين نقول لماما بقى ايه كلمه بقى كده. كل حد انا عايزه كل حد يقول كلمه كده بسيطه من قلبه كده. اي حاجه جواك دي انا بتبتدي بتيتا زوزو. لا لا بتحبي تقولي ايه يا تيتا زوزو اول حاجه خالص كده؟ بحبك يا نهى. انت كل حاجه حلوه عاملاها لي بصراحه ربنا يعني. انت حبيبتي. انا حبيبتك خلاص مش هتزعلي مني. انا لقيتك بتحبي مروه فجبتها لك لغايتي. احلى هديه والله. وانا كمان انت جمال. ربنا يسعدك يا حبيبتي. الله يخليكي. طيب ها عايزين نخلي نوعها في الاخر. لا والله نعم الاخت ونعم الصديقه والجاره وكل حاجه جميله. بتحب الناس من قلبها وحاجه. لا ما انا شفت من كده كتير كمان والله. كل اللي بتقوله اكتر منه والله بكتير. جمال جمال. انت جميله. الله يخليكي. يا مدام خالد كلمتك. انا وراي. بصي نهى يعني بصي كل حاجه حلوه مع بعض يعني. ما اعرف ندور كده نفسيتك ازاي. فكان لازم ندور نفسيتها ازاي. بس انا عاكسها في الاول دي نفسيتها يعني. ناخدها. انا والله مبسوطه بال يعني. قول وبنت وكل حاجه. ودي بجد فظيعه. طيبه طيبه كمان. شرارارا. ايوه ربنا يا رب يخليكم لبعض بجد. انا مبسوطه جدا. طبعا مش عايزه انسى دور الزوج. هو برده مشترك معانا في على فكره. مشترك. هو مسافر. هو مسافر بس برده ايه هو مشترك معايا في الحكايه دي وعارف الموضوع. قال لي في مفاجاه بالليل لما اجي معاك. ايوه كان هيقولها لها. كان هيقولها لها. طيب جدا لو ضغطت شويه كان هيعتذر. احنا برضو بنشكره جدا لان بجد. وبنشكركم قوي لان لو ما كنتوش يعني ظبطتوا معانا الدنيا ما كناش عرفنا نظبط الدنيا مع نهى. يلا نهى قولي اخر حاجه بقى كده عشان نقول باي باي. يلا مش عارفه اقول لكم ايه بجد. كلكم ميرسي جدا. ميرسي والله تعبتكم معايا. يلا قولي عايز تقولي لماما حاجه بسرعه. يلا قلتي خلاص. طب ما تقولي طب حاجه كمان يعني. مش قلتي ان انا اللي قلت انها بحبك. طب قولي لها ايه؟ انا ما سمعتش. لا 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 هتقولي لها. طب يعني كمان شويه مثلا. كمان شويه خلاص براحتك. قولي لها غني لها حاجه. قولي لها اي حاجه. احنا خلاص هنسيبكم بقى تاكلوا. وطبعا زي ما اتفقنا نسمع كلام ماما كده ونبقى لطاف كلنا صح؟ صح ونعمل الدفوار. ايوه خلاص هلاقيكم.
انا عرفت الموضوع كله واجي اي مره فجاه، على فكره ممكن اجي فجاه في اي وقت واعرف الموضوع بالظبط. ماشي احنا بقى نستأذن بقى كلنا كده وبالهنا والشفا، ويا رب الاكل يعجبكم. وبشكركم جدا، بشكركم جدا قوي قوي حبيبتي. الهدف والرساله من اللي عملناه في الحلقه النهارده، احنا عاوزين نقول ان مش شرط ابدا الابن او البنت بس اللي تقول لمامتها شكرا يا امي، ممكن الزوج يقول لزوجته، الاخت كمان تقول لاختها، الجده تقول لبنتها اللي تعبانه وشقيانه اكيد مع اولادها في ظل ظروف الحياه السريعه اللي كلنا عايشينها، الزوج كمان يقول لحماته شكرا يا امي، البنت او الولد اللي والدته او والده توفى يقول لهم برضو شكرا. لازم لازم كلنا نرجع تاني نشكر بعض ونقرب من بعض، ويا رب يا رب تقل نسبه وجود اهالينا في دور المسنين اللي للاسف انتشرت جدا في الوقت اللي احنا فيه. علشان كده احنا نزلنا نقول لكل ام مصريه شكرا يا امي، بس بطريقتنا احنا، لاننا برنامج اكل بيتي ولاننا برنامج طبخ، وفي البيت رحنا البيت وعملنا المفاجاه لكل الامهات اللي احنا قابلناهم النهارده في الحلقه، ويا رب الاكل يكون عجبهم وقدرنا نوصل رساله شكر لكل ام بس بطريقتنا احنا، بطريقه اكل بيتي.